عليكم. دي طريقة تنظيف الجروبس حق السي اتش مديول. تمام، اول شيء لازم يكون جهاز ستوب، وافتح الكفر الامامي والخلفي وابتدي افحص الوشر بروكس. الوشر بروكس دي لازم اتاكد اولا ان هي ما بتعملش اي دروبس، مفيش ووتر دروبس، مفيش نقط ميه بتنزل. لو في ووتر دروبس يبقى على فورا اتصل بالمهندس، عشان ساعتها بيكون في فالف يكون في فالف بايظ. لقيتها كويسه ما بتنقطش يبقى ابتدي انضف فيها بالطريقه دي بوايبس. ماشي، وايبس مبلله بنضفها تنظيف بسيط. وبعد كده بنتقل على الريجنت بروبس، بنضف الكونتاكت ده ما بين الرفيع والتخين، بس تنظيف بسيط كده بكل البروبس، وساعتها بقى خلصت تنظيف البروبس. وبالمره ببص على الووتر سبلاي بتاع ال سي لامب كولر، لو هو ناقص بقى ازوده.